إذن مشاهدينا، من رؤية عمان 20 انبثقت أيضا استراتيجية ثقافية رامية لتعزيز مختلف وجوه الفنون والثقافة مع إطلاق وزارة الإعلام لمنصة عين التي احتضنت كثير من الصنوف المعرفة والثقافة والفنون لشبابنا في عمان. تأتي أيضا جائزة ومبادرة من وزارة الإعلام تعنى بمهرجان عين الأول للأفلام القصيرة الذي يدعم الحراك الشبابي في مجال صناعة الأفلام. تفاصيل مختلفة نتعرف عليها من خلال ضيفنا الكريم. نرحب باسمكم بأخصائي إعلام رقمي المدير الفني لمهرجان عين الأفلام صالح بن أحمد المقيمي. مساء الخير أستاذ صالح، حياكم الله في برنامج من عمان. نبارك لكم الإعلان الرسمي لجائزة عين بنسختها الأولى. مساء الخير أستاذ بيان، ومساء الخير للمشاهدين الكرام. طبعا مهرجان عين هو مبادرة عمرها الحقيقي سنتين. احنا من 2021 بدأنا نفكر في إطلاق مبادرة يعني تعنى بسباق إنتاج الأفلام أو سباق صناعة المحتوى بشكل عام، لأن من أهداف منصة عين طبعا تعزيز أو دعم صناع المحتوى العماني وإبراز أعمالهم ونقدمها طبعا عبر المنصة حتى تصل إلى العالمية.